أعوذ بالله، أنت شو عم تحكي؟ لا خلصنا بقى أبو سمرة، خلصنا مشان الله. شو بعمرك ما سويت هالشغلة؟ لا سويتها، بس معك أنت ما عاد عيدها، مستحيل. أوف، وليش بقى؟ ليش بقى؟ منصور حبيبي، أنت جاري على عيني وراسي، بس ما حلك تنسى آخر طقم عرتك يا شو سويت فيه. أوهو علينا، شو ما عاد تنسى القصة؟ شلون بدي أنسى؟ بعد ما علقتني مع صاحب الطقم وخسرتني 3/4 الزباين اللي دري بالقصة. يعني ما بدك تأجرني الطقم؟ لا سيدي، آسف. ماشي الحال، ماشي الحال يا أبو سمرة، بسيطة. يا حيف على الخبز والملح بس. بلشت السيمفونية. لك أخي لا سيمفونية ولا شيء. بس حابب ذكرك بشخر صغيري هالقد. إيه، يعني لما ابني وقع عن الأسطوع وأخذته أنت إسعاف على المستشفى. لا 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 لا. قبل بشوي. لما عمرنا طابق تاني تهريب حضرتك فزعت لنا وساعدتنا مع انك كنت مقرب. لا 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 لا، هذا واجبنا، بس مو عن هي عم بحكي. قبل لا يكون قصدك لما توفت امي الله يرحمها وجبت لنا الميكروفون على حسابك. الله يرحمها كانت مقام الوالدة. قبل يعني لما مرتي ولدت اخر بنت ومرتك راحت معها على المستشفى. إيه لو ما راحت معها كنت طلقتها. قبل يعني لما فتحت المحل وكنت انت اول واحد بيجيب لنا زباين عليه. يعني اذا انا ما وقفت معك مين بده يوقف معك؟ قبل حبيبي تذكر. طيب حبيبي عجزت اللي ذكرني. والله انا ما بذكرك، انت تذكر لحالك. حبسي انا قلت لك حبسي نفس ماكن. لك ماكن والله اخذت ما عم يتسكر. لا دخيلك شو ما عم يسكر، اعملي جهدك. لك انا شو بخليني، انت اعملي جهدك. هلا يلا لا ينفس مرة ثانية. يلا ايه منيح منيح منيح، خليك ايوه يلا ها تسكر. ايه بس ولا حركة ها، لانه بجوز يطق السحاب. انتبهي منيح، حركة زيادة بجوز يتفتق الفستان ويطق السحاب. بدي اقضي زيارة كلها هيك. يلا ما صدقت امتى خلصت خاطرك، انا رايحة وبي ضهري كسر ضهري. مثل ما قلت لك ديري بالك ها. مو وقتها. قبل لما راح ابي على فلسطين سنة 47 وتصاوب برجله هنيك، ابوك الله يرحمه ضل ساندو من فلسطين لوصل على الشام. لا تقل لي في شيء قبل هالحادثة. تمام، انا هي الحادثة اللي حبيت ذكرك فيها. ذكرتها خاطرك منصور. الحقني حبيبي، نقي اللي بدك اياه. ما بتفرق ها هذا مين هذا؟ اسمع منصور، ها اليوم بالليل بعد زيارتك الموعودة بترجعوا، ها لا تعلقني مع صاحبه.
بتكون متأخر على الجماعة. لا تخاف يلا بناخذ تاكسي. تاكسي؟ لك بتلاقيها حلوة إن يكونوا قاعدين على البلكون عم يشربوا هالقهوة وبياكلوا هالجاتو ويشوفونا نازلين مستر بي. لا مو حلوة بنوب، بس أنا ما معي مصاري. ها؟ أنا معي لا تخافي. قديش معها؟ 50 ليرة ما غيرها؟ لك ليش معنا غيرها؟ طيب وشلون نرجع على البيت؟ خلص الجو حلو بنرجع تمشي. وبكره كيف بدك تروح على الشغل؟ لك خلصنا هنا. لك هذا جمال الجميل مو حي الله واحد، بعدين أنا ماني رايح غير بالتاكسي. شرفي. تفضل. حلوة الريشة. تفضل. الله يعوض عليك. شو هي الله يعوض عليك؟ شو مفكرني أول مرة بطلع بتكاسي؟ شو لزوم هالحديث هلأ؟ عدادك 38 ليرة. بعرف 38، لسه بقالي معك 12 ليرة، ولا مفكرني غشيم ما فهم بالحساب؟ ايه ما معي فراطة، خود فرطة. ايه بفرطة. استنى شوي، شلون بدك تصرف ال 50 ليرة؟ بلكي كان الجماعة واقفين على شي شباك من بيتهم وشافوك انت عم تصرفها، حلوة بحقك. مسيك، بس وينك؟ أنا رح آخذ نمر السيارة. ايه دخيله أنا، واكتبه على شفة ورقة مشان ما تنساه. تصرفون على الحكمة. افرض خلقتك مو حلو تكون مكشر قدام الجماعة هيك. ها بدي اسألك، انت متأكد انه هون بيته؟ لك طبعا متأكد. طب شو عرفك؟ لك شو عرفني؟ من لما كنا بالثانوي كان ساكن بيت اهله وهذا بيت اهله وورته عن ابوه الله يرحمه. امشي. وبركي كانوا منتقلين؟ لك شو مفكرتين هدول مثل حكايتنا كل ست شهور بقرني؟ لك هدول ناس اكابر فوق، يعني لا بيبيعوا ولا بيبدلوا. بعدين انا لما صادفته قلت له وين ساكن؟ قال لي بنفس بيت اهلي القديم. يعني هاد بقى حاجز. اسالي مشان الله. امشي. ايه يا اخونا. خير. شو خير لوين؟ شو دخلك انت؟ شو دخلني؟ انا ناطول بنايه هو. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. والله عندي زياره عند استاذ جمال الجميل. بس الاستاذ جمال الجميل مو هون. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلها، ما صار له 10 دقايق طالع من البيت. انت متاكد من هالحكي؟ طبعا متاكد، وانا مطالع له عربايه بنته الصغيره بالسياره. طيب قديش الساعه معك هلا؟ 8. غريب، مع انه موعدنا معه الساعه 8. والله يا ابني انا ما بعرف. بامكانك اذا مالك مصدقني تطلع تشوفه. شرف. لا العفو، شو هالحكي؟ مصدقك عمي مصدقك، بس اكيد عندهم ظرف طارئ. لا 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 لا، عندهم ظرف طارئ ولا هم يحزنون، بس هن نزلوا يتمشوا بالسياره بوسط البلد. ما دامته بتحب تاكل بوزه بهالوقت. اه ظرف طارئ. شرف. منصور حبيبي بدي اسالك سؤال، بس لا تزعل مني. هلا انت متاكد انه هو عزمنا لعنده على البيت؟ طبعا. شو يعني عم اكذب عليكي؟ لا بس مو غريب يعزمنا لعنده على البيت ويروح هو ومرته ياكلوا بوظه؟ يعني عم اكذب؟ لا مو القصد، بس يعني ليكون مخربط بالموعد. لك لا، انا شفته قال لي امتى بكون تشرفونا بزياره شي يوم انت ومدامتك. واتفقتوا على الموعد؟
Thank you.